روبير، في الحقيقة يعني هو ليس أول مرة وليس تهديد وليس عملية عسكرية تقدم عليها أو تود تركيا الإقدام عليها في هذه المناطق وتنفيذ وعودها واتهاماتها المكالة لهذا الجانب أو ذاك بمن فيهم الجانب الروسي. طبعا لا توجد ردود فعل ومواقف رسمية حتى الآن من الجانب الروسي بخصوص هذا الأمر، بخصوص هذه الاتهامات. ننتظر في الساعات القادمة عادة ما ترد وزارة الدفاع أو مركز المصالحة الروسي داخل سوريا يرد على مثل هذه الاتهامات، وعادة ما يوجه بأصابع الاتهام إلى الجانب التركي بخرقه لالتزاماته من الاتفاقيات الثنائية الروسية التركية فيما يتعلق بالتسوية الميدانية والتسوية السياسية في سوريا، أو فيما يتعلق بالاتفاقيات الثلاثية في إطار صيغة أستانا والتي تشترك إلى جانب روسيا وتركيا فيها إيران أيضا. طبعا خلال القمة الأخيرة في سوتشي التي كانت قد جمعت الرئيسين الروسي والتركي، كان خبراء وأوساط مطلعة قريبة مما جرى في هذه المحادثات كانت قد تطرقت إلى أن الجانب الروسي عبر للجانب التركي خلال هذه المحادثات عن قلق موسكو من عدم التزام أنقرة المتواصل بعدم تأمين طريق M4 الذي يصل مناطق الغرب السوري بالشرق بشرق تلك المناطق، وأيضا عدم قيامها بالفصل بين المعارضة الراديكالية والمعارضة المعتدلة وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات بين الجانبين منذ عام 2018 ومرورا بعام 2019 ثم العام الماضي وأيضا اللقاء الأخير. الجانب التركي ربما كان قد أراد من هذا اللقاء أن يضغط الجانب الروسي على الجانب الكردي، المكون الكردي من الشعب السوري بموجب ذات الاتفاقيات، إذ أن موسكو ربما التزمت أيضا بإبعاد فصائل كردية بموجب هذه الاتفاقيات الثنائية مع الجانب التركي من تلك المناطق، لكن يعني هي تنتظر التزام الجانب التركي بالتزاماته بما كان قد أخذ على عاتقه بموجب هذه الاتفاقيات. نعم. وننتظر بكل الأحوال روبير ردود الفعل الروسية. مراسلتنا أريج محمد مباشرة من العاصمة الروسية.